عايز اخد رايك سريعا في الازمه اللي موجوده اليومين اللي فاتوا اللي تتعلق بمباراه بيراميدز ومباراه اه صباحي. طبعا عايز طبعا. اعرف رايك بس في وكمان امبارح بيانات بتطلع يعني وجوابات الحقيقه بتطلع. والله خالد، انا شايفه انه برضو البيان منطقي جدا. يعني احنا لو التزمنا باللائحه احنا هنريح الكل. الحقيقه بيراميدز برضو معاهم حق في فكره ان هم ما ينفعش يتبلغوا بساعات قليله جدا قبل المباراه، والمدينه بعيده عن القاهره تقريبا ب 200 كيلو. طبعا ده شيء هيعمل ضغط بدني على اللعيبه احنا وهيعمل ارهاق بالظبط نفسي لا ليهم. زائد بقى ان في قرارات بتتاخد اساسا يا جماعه مش موجوده في اللائحه. انا اللي اعرفه بص يا جماعه، احنا بنتكلم عامه برضو في العموم، سواء لنادي سموحه او لنادي بيراميدز او لاي انديه لعبت مع بعض وتعرضت لنفس الموقف او لنفس الظرف. احنا دلوقتي بنتكلم في لائحه مش موجوده اساسا، يعني اللي بيحصل عندنا دلوقتي هو مش موجود في اللائحه. لا، اللائحة وكمان المصرية مش فكرة ان موجود لجنة فيها. المسابقات بتبلغهم بإعادة المباراة، او ان انتوا المفروض تكونوا في مدينة تانية يوم 30 يونيو تقريبا. اتبلغوا بالليل، كانت في الساعات الأخيرة من يوم 30 يونيو، فده اكيد مش وقت كافي ابدا ليهم ان هم يستعدوا بدنيا. في طبعا اوتيلات بتتحجز، في معدات بتروح، احنا في برضو مالناش دعوه بكل ده، يعني احنا كل بنتكلم ده. اساسا ان كل ده اساسا ما ينفعش يحصل وما ينفعش اه طبعا يتقال. اه هو طبعا، اللي بس بيحصل احنا بنتكلم في دلوقتي، يعني اللي بيحصل دلوقتي يا نادين مش consequences موجود زي ما عندنا، بنقول يعني. مش موجود اه عندنا طبعا اللي اه طبعا، بيحصل لازم دلوقتي. نلتزم باللائحه يا جماعه، لازم يبقى في التزام باللائحه يا خالد. انه اللائحه بتقول 1 2 3 امشي على اللائحه. ما اللائحه دي مش موجوده من فراغ على فكره، يعني مش محطوطه علشان نكسرها، هي محطوطه علشان نمشي على اللائحه، وعلشان اي بند او اي شيء موجود داخل اللائحه نقراه كويس قوي ونعرف حقوقنا ايه والتزاماتنا ايه واللي علينا ايه واللي لينا ايه يا يا خالد. جماعة بعد الماتش على طول اللي كان بنسبة 100% واللي اتبعت للناس ان المباراة هتتعاد بالكامل. بعد كده زي ما انتم شفتوا بيان الرابطة، بعد كده زي ما انتم شفتوا بيان بيراميدز، بعد كده بيان اتحاد الكورة، بعد كده الرابطة تاني. فانت دلوقتي يعني اللي الواحد يعرفه ان اساسا الكلام ده مش موجود عندك في اللائحة، فمش هينفع يتطبق. لو في ظروف قهرية تمام المباراة، يعني لو فعلا في ظروف قهريه زي ما هما بيقولوا، لازم المباراه تتحسب ضد صاحب الارض. ضد صاحب الارض هو اللي خسران. طيب لو ما فيش ظروف وحصل حاجه عاديه ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ لو في حاجه عاديه، يعني مش عارف بصراحه، ما انا برضو مش عايز الواحد يعني ما بنألفش، مش عايزين نألف، يعني مش عايزين نألف برضو في اللوائح زي ما الناس بتعمل، بس احنا لو التزمنا باللوائح الناس كلها ترتاح. الناس كلها مش هتتكلم. هيبقى في عدل وهيبقى في تكافؤ فرص وهتبقى الناس كلها راضيه والناس كلها تمام. مش عايزين كل شويه يصدر لنا ازمه جديده، مش عايزين كل شويه يطلع لنا حاجات قرارات وحاجات غريبه. لا ده دلوقتي خالد انت شايف كميه المشاكل بقى اللي يعني حاصله في الدوري ومن جميع الانديه، ما هو غير ده، ما انا بقول لك احنا كل احنا كده مره واصلين لنقطه مش كل حلوه خالص. يوم بيحصل مشكله جديده. طب اللي بيحصل ده لصالح مين؟ طب اللي بيحصل ده عشان مين؟ انا مش عارف. افرض المباراه كانت سموحه هو اللي كسبان 2-0 ولا 3-0 ولا بيراميدز هو اللي كسبان، كان هيبقى القرار ايه؟ وفاضل مثلا 10 دقايق او 5 دقايق او اي حاجه، كان ايه اللي هيحصل؟ افرض انا لعيب في سموحه او بيراميدز دلوقتي رايح المعسكر جرى لي حاجه وانا في الطريق، هيجيبوني منين؟ هيجيبوني منين؟ مع كل ده دي شيء مش حاجات برضو كنا منطقي لازم طبعا، نحطها في الحسبان. شيء مش منطقي طبعا يا خالد. بالظبط. ويعني الحقيقه بنتمنى ما نشوفش ده. انا باكد تاني، لازم نلتزم باللوائح يا جماعه، ده اللي احنا محتاجينه وده اللي عايزينه، وده على فكره اللي الزمالك طالب بيه في كل مواقفه الاخيره. نرجع للائحه ونطبقها على الكل. شكرا، مفيش كلام تاني يعني ممكن يتقال.